هي بيروت التي اشتاقت الفرح، بيوتها التي دمرها انفجار المرفأ، علقت مجسمات على شجرة الميلاد كرسالة من جمعية لبنان أوف تومورو المنظمة للحفل أن تراث العاصمة لن يموت. ما في أكثر من شجرة الميلاد بتعطيك أمل بالحياة وبحب الحياة، مش هيك حبينا ندخل تراث بيروت بالشجرة ونعطي أمل جديد إنه هيدي البيوت رح ترجع أحلى مما كانت. ضحايا الانفجار لم يغيبوا عن الاحتفال، والتحية إليهم كانت بأسمائهم التي نقشت على هذه الشعلة إلى جانب قرية ميلادية أقيمت في منطقة الأشرفية هدفها مساعدة من دمرت أرزاقهم. من بعد انفجار 4 آب في كتير ناس خسرت محلاتها وخسرت البزنس تبعها. القرية الميلادية هي عبارة عن 15 بيت خشب قدمتهم جمعية لبنان أوف تومورو بلا بدل أجار فور فري. كل شخص بيقدر يجي لهون بياخد محل وبيبيع منتجاته. وإلى وسط بيروت الذي نال نصيبه من انفجار المرفأ، إضافة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى هجرة هذا الوسط، جهود لإعادة إحيائه. برامج ترفيهية وألعاب وحفلات من تنظيم جمعية بيروتتنا في محاولة لتنسي اللبنانيين ما مروا به هذا العام. أجواء حلوة، يعني عم نجرب نطلع من اللي نحن فيه. هلا نحن قطعنا بفترة صعبة، يعني ما كنا عم نبيع مثل ما هلا عم نبيع، والحمد لله هلا وقت شفنا هيك يعني رجعت لنا الروح. وبينما السلطة السياسية منشغلة بخلافاتها، تجتهد الجمعيات في إقامة احتفالات استثنائية بالأعياد في هذه السنة الاستثنائية بأزماتها. ناهد يوسف، الحدث، بيروت.